كان في سكة كده كانت بتقول في وقت من الأوقات لما كنا بنقول هما كام فيلم كده محفوظين بقالهم سنين السنين بيتحط في المناسبات الوطنية واحنا عندنا مكتبتنا مليانة بقصة. فكانت بقى الفكرة بتتقال ايه بقى يا دكتورة سارة؟ اقول لك لا، ما هو الحاجة لو ما اتعملتش صح ما تتعملش احسن. يعني الفيلم يبقى انتاجيا وفنيا والقصة وحاجة متكاملة كده، يا اما هتبقى مهلهلة وهتفقد قيمتها. علشان تبقى بقيمة تاريخ مصر. ما هو عشان كده من الحاجات اللي بتوري الاستراتيجية بتاع تطوير أصلا الأعمال الدرامية إن كان بإنتاج مفتوح الفيلم، لأن عشان يطلع فعلا قيم زي قيمة تاريخنا وتاريخ مسيرة استقلالنا ومسيرة الجلاء. ما هو كلمة الجلاء دي مش سهلة، دي كلمة كبيرة. ابتدى الجلاء من امتى؟ من 1882 عرابي. طب الناس بتلضم بقى عرابي في ثورة 19 في ثورة. عشان كده بقول لحضرتك الدرس فيلم تاريخ، وفي مواقف وحصلت بينت قد ايه الاستعمار كان سيء ومستغل طب الفيلم ووحشي. يعني انت تقييمك ليه بقى، قدر يوضح كل التفاصيل، بيتكلم بقى فنيا وسياسيا وطبعا يعني من العيله، فانت شفتيه ازاي؟ ايه اللي عجبك فيه؟ طبعا حته العيله فخر كبير جدا وانتمائي لاسم كيرة، وانا يشرفني النهارده ان اكون بمثل عيلتي مع حضرتك. خير. وطبعا دي حاجه كويسه جدا على الناحيه العائليه، الحمد لله ان عائلات مصر كلها يبقى عندها روح الانتماء، ونفتكر اللي عنده بطل نفتكره. أيوة. وده خط حلو ان احنا ابتدينا نعمل افلام بابطال واحداث في التاريخ كانت ممكن يعني نكون ما غطيناهاش دراميا قبل كده كويس. بس ده من ناحيه العيله طبعا حسينا بالفخر. من ناحيه السياسيه والفنيه، الفن مش مجالي قوي، بس انا اقدر افهم الرسائل كمشاهدة. انت شفت الرسائل اللي بيقدمها العمل الدرامي. اصل ده سياسه برضه. ده سياسه البروباجندا، سياسه القوى الناعمه، سياسه صحيح. كل ده سياسه طبعا. لا يا فندم، رسائل انتماء وترويج لنموذج البطل الحقيقي. وطبعا كريم عبد العزيز عمل الدور يعني الله اكبر، مثال للبطل وشخصيه القائد، وفي نفس الوقت هو واحمد عز الدويتو ما بينهم في برضو كوميديا في الموضوع. في لايت خفيف في الموضوع. حلو. الفيلم متقدم مش تاريخي بس كده، هو درس تاريخ لانه 3 ساعات ومغطي حاجات كتيره جدا. حدث دمشواي، مين من الاجيال الجديده يسمع عنها؟ دي حلوه، بتعمل ريفرشمنت لذاكره التاريخ عندنا وتاريخنا ده بلدنا. وترويج لنموذج القائد والبطل، وفي رسائل كتير قوي من الناحيه السياسيه ان احنا ما نسيناش، واحنا بنقدر ابطالنا، واحنا عارفين تاريخنا كويس جدا، وده بننقله للاجيال الجايه. ومهمه جدا 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 قصه الترويج لنموذج البطل والقائد، علشان نمحي بقى اثار السينما اللي كنا بنشوفها قبل كده. الجمهور كان عايز كده. لا، الجمهور اثبت انه أو على وعي الشباك بيسموه. وهو عايز العمل القيم، العمل اللي فيه رساله اطلع منه فيه متعه بصريه وذهنيه بان كمان. من توافد أنا الناس حاجة. بان من توافد الناس وردود الافعال، الناس متعطشه للافلام اللي زي دي. وفي نجوم كل الناس بتحبها، وفي نجوم عارفين ان هم لما بيحطوا رجليهم في عمل هيطلع ازاي. والعمل ده كمان زي ما سمعت انا، يعني طبعا كل التحية لكل نجوم العمل والمخرج والمؤلف، ويعني كلهم نجوم في حد ذاتهم الحقيقة.